السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم المشاركة معنا مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. مشاهدينا الكرام، نبدأ مع ملف التعمير والتخريب وهذه السياسة العشوائية الترقيعية كما يصفها عراقيون التي تتبعها الوزارات المعنية تحت شعار الخدمات والإعمار. تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر التخريب الذي طال موقع ومنارة السيدة زبيدة خاتون الأثري وسط العاصمة بغداد. وبحسب الناشطين الذين تداولوا المقطع فإنهم أكدوا أن الجرافات والحفارات هي التي تسببت بهذا التخريب، وتسببت بتدمير الموقع الأثري والتي لم تكتفي فقط بالحفر حول المنارة بل ضربت جدرانها أيضا. في المقابل نفت الجهات السياسية الرسمية تخريب الموقع الأثري، وأكد ناشطون أن الحفر تم على مقربة 15 مترا فقط من أساس المنارة مع ضخ كميات كبيرة من المياه في محيط المعلم الذي يتجاوز عمره 1000 سنة من دون أي استجابة إلى التحذيرات من انهيار الموقع الأثري. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام التي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الوسط العراقي. طبعا عندكم مشروع هو توسعة اللي هو مقبرة الشيخ معروف هناك، قبر السيدة زبيدة، بسبب الآليات الثقيلة سقط الكثير من الطابوق من جدران مرقد السيدة زبيدة. طبعا مرقد السيدة زبيدة عمره 820 سنة، هي أجمل قبة مخروطية في العالم الإسلامي. طبعا عندكم مشروع هو توسعة اللي هو مقبرة الشيخ معروف هناك، قبر السيدة زبيدة، بسبب الآليات الثقيلة سقط الكثير من الطابوق من جدران مرقد السيدة زبيدة. طبعا مرقد السيدة زبيدة عمره 820 سنة، هي أجمل قبة مخروطية في العالم الإسلامي. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى معلم أثري أقدم مما شاهدتموه قبل قليل إلى محافظة الأنبار. وطبعا تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر منارة هيت في قضاء هيت بمحافظة الأنبار المعرضة للانهيار في أي لحظة، وهي من التحف المعمارية وكانت فنارا لمراقبة السفن قبل الإسلام. دعونا نشاهد. شوفوا هذه قلعة هيت وهاي المحلات القديمة، والإعلان كان من هذه المنارة. شوفوا هذه المنارة، طبعا من يشغلها؟ هاي منارة جامع الثقافة، ولكن للأسف احنا خايفين عليها تروح توقع. شوفوا للأسف طبعا من داعية وتعبانة. طبعا احنا هذني طبعا محلات، هاي مال القلعة القديمة، هاي المحلات كانت قبل. دكتور قصي احكي لنا عليها، انت بتوات من المنطقة. السلام عليكم ومرحبا، آسفين. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم نعم. الله. خلينا نشوف، احكي لنا. اهلا وسهلا بكم. ها كانت محلات يشغل الناس، يعني انا في فترة من الفترات كنت اجلس مع حجي جليل الله يرحمه. شو اسمه حجي جليل؟ حجي جليل. كان موجود هنا هذا محله، كنت اجي ادعو لي ابنه. على الدكه مال المحل. هسه هذا محل، هذا محل ثاني. وهذا محل. تعال حجي محمد. مواد غذائيه. كانت محلات مواد غذائيه. هاي سنه؟ هاي بالثمانينات، بالتسعينات كانت موجوده. بالتسعينات كانت موجوده. شوف هاي المحلات بدون يعني حديد، حتى الديكورات مالته شوفها. محل حلاقه كانت الناس تحلق النوع. تمام. محل صغير. تمام. هاي المنارة تعتبر من أقدم المنارات يعني في العراق، ثاني أطول منارة بعد الحدباء. بعد الحدباء. ثاني أطول منارة بعد. منارة بعد الحدباء. كان فيها نفق يعني يخطر إلى نهر الفرات. مشاهدينا، نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا محمد يقول: آثار ومعالم وتاريخ تستحق كل الاهتمام، مع الأسف هذا الإهمال.
تعليق لدينا من عمر محمود يقول: بغداد حاضرة الدنيا وقبلة أنظار العالم، مع الأسف ما يحدث لها. فلاح يقول: شارع الرشيد أصبح مكبا للنفايات، تخريب الآثار شعار يسير على قدم وساق. أبو محمد يقول: آثار العراق في خطر وخصوصا في الوسط والجنوب. أيضا لدينا رائد يقول: ما بقوا حضارة ما دمروها، بلد متفق عليه بتدمير جميع حضاراته، أو متفق عليه بتدمير جميع حضاراته. وأبو العز يقول: هو هذا المطلوب، تدمير الثقافة الإسلامية والتاريخية بحجة الإعمار والجسور وغيرها من المشاريع، وما خفي كان أعظم. مشاهدينا، خلونا نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. سيد عبد الرزاق حياك الله، لوين يريدون يوصلون بآثار وتاريخ وتراث العراق؟ ذول اللي يجوا بعد 2003. حياك الله أستاذ محمد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، يخربون بيوتهم بأيديهم، صدق الله العظيم. أستاذ محمد، أي بلد من تنظر التاريخ تنظر حضارته. نعم. تنظر الآثار. اليوم إحنا العراق اللي حضارته أكثر من 7000 سنة، هذا بلد الحضارات. اليوم عينك وين ما تخليها تصب على معلم تاريخي. نعم. فللأسف الشديد إحنا بالعراق ما عندنا ثقافة حب الاطلاع على تاريخنا. يعني من الحكومات السابقة والحالية ما علموا المواطن العراقي على التعمق مالته والتعلق بالآثار العراقية. يعني أنت شوف اليوم الفرق بين المصريين والعراقيين. المصريين بأفلامهم ومسلسلاتهم يظهروا لك الآثار مالتهم، يعني أهرامات وغيره. إحنا للأسف الشديد ما عندنا هاي الثقافة. لأنه يعني هاي الأمور، لأنه هاي الآثار وهذا التراث وهذا التاريخ مورد، أيضا مورد مالي سيد عبد الرزاق. أكيد. يعني أكيد. يعني أكيد. العراق الحضارة بحسب المؤرخين قد تكون أقدم من الحضارة الفرعونية. طيب احنا ليش ما استثمرنا ذي قار، بابل، الموصل، اللي نينوى طبعا، ومناطق كثيرة في العراق موجودة فيها آثار وموجود فيه تراث وتاريخ لهذه الحضارة وللممالك اللي حكمت العراق والدول اللي حكمت او تعاقبت على حكم بلاد ما بين النهرين. هاي كلها المفروض تكون مصدر لدخل، ودخل مفيد للعراق، يعني دخل مهين. ليش دولة دي يستمرون بهذا التدمير وهذا التخريب؟ ما بقوا شيء ما لمست أيديهم الخبيثة اللي أدت إلى تشويه معالم هذا البلد. لجهلهم ونظرتهم ضيقة ساد محمد للآثار، فما ينطوه الأولوية. يعني أنت اليوم تشوف الآثار العالمية تعج بالنفائس والتماثيل، يعني اللي بالمتاحف العالمية، وبالأخص عندك، يعني أذكر لك على سبيل المثال، يعني بوابة عشتار اللي هي موجودة بألمانيا، مسلة حمورابي، متحف اللوفر، هذه كلها آثار عراقية، يعني يتمتع بها السائح الأجنبي والمواطن العراقي بهاي الآثار مالته. ما عدا ذاك الاطلاع وذاك الإلمام، هذا يعود للحكومات اللي حكمت هذا البلد لنفسها الضيق وجهلها وعدم. طيب أريد أسألك يعني أتداخل معك بقضية الإعمار والخدمات اللي المفروض هاي الحكومة اللي إجتي، حكومة محمد الشيع السوداني، رفعت هذا الشعار وأعلنت عن خطة إعمار واسعة. إحنا اليوم اللي نشوفه خاصة بالمقطع اللي عرضناه في بداية الحلقة، مقبرة الشيخ معروف ومنارة عندنا السيدة زبيدة خاتون الأثري اللي تعرض إلى تخريب. وزير الأعمار والإسكان لما تداولوا الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي المقاطع اللي تظهر التخريب، دخل رأسا وقال: هذه إشاعات مغرضة، هذه أكاذيب، أنتم ما تعرفون بغداد بجدي، أنا ابن بغداد صار لي 34 سنة بيها. كل هذا الكلام اللي يتعلق بأنه إحنا دنخرب وندمر هذا كذب، وأنتم مو عراقيين، وأنتم مثيرين للفتن. وبدأ يتهم كل من انتقد
الطريقة اللي تستخدمها الحكومة والأسلوب في عملية الإعمار والتوسعة وغيرها. أنت تشوف برأيك سيد عبد الرزاق بأنه السياسة الحكومية المتبعة في ملف الإعمار والخدمات تسير بشكل صحيح؟ يعني يحافظون أثناء الإعمار على كل ما هو قيم وكل ما هو إلى تاريخ وإلى تراث وإلى فد قصة معينة في عمر بغداد وغيرها من المحافظات، لو دي يشتغلون بشكل عشوائي؟ اليوم الحكومات اللي اجت بعد 2003 استاذ محمد تعرف انت واكثر المواطنين العراقيين يعرفون بانه هذه ما عندها برنامج منظم، يعني كل العمل مالتها عشوائي وبلا اسس ينظمون بها الحياه، يعني حياه العمرانيه، حياه الانسانيه، يعني بالمصطلح الدارج يقول لك هربجي، يعني ماكو ناس اصحاب اختصاص اللي تنطي للاثار العراقيه المواقع التاريخيه اهتمامها وصيانتها. احنا اليوم بامس الحاجه للحفاظ على تاريخنا، لانه هذا تاريخ الاجيال، هذا حضاره بلد. يعني احنا شفنا للاسف الشديد من دخل داعش وكانما صب جم غضبه على الاثار. هذا شيء يدللك استاذ محمد؟ يدللك الغاء حضاره. هم ذولا يختلفون عن داعش بشيء؟ اللي دمر الآثار الموجودة الآن في ذي قار وفي بابل وفي البصرة، وهذا التاريخ وهذا التراث الإسلامي واللي قبل الإسلام أيضا موجود به آثار، ذولا يختلفون عن داعش بشيء؟ جامع السراج والمنارة اللي دمرها محافظ البصرة يختلف عن داعش بشيء؟ أستاذ محمد، ذولا داعش وهاي السياسات اللي جاي تنتهيها هذه الحكومات نفس النمط ونفس المنهج. احنا اليوم امس الحاجه الى ناس اصحاب فكر، اصحاب وعي، يقودون هذا البلد. طيب. ينهضون لك بهذا البلد، احنا نفتقر للناس اللي ينهضون بهذا البلد، يعني اذا يبقى البلد على هيك ناس ما يحملون الفكر، ما يحملون الوعي، لا نحافظ على تراثنا ولا نحافظ على تاريخنا. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك واكتفي معك بهذا القدر. ننتقل مشاهدينا الكرام الى موضوع اخر مهم للغايه ويمس حياة الناس بشكل مباشر، ألا وهو ملف الكهرباء. انتقد ناشط من محافظة النجف فساد وفشل الحكومات المتعاقبة وعجزها عن توفير الطاقة الكهربائية للعراقيين والاكتفاء بالتبرير وإطلاق الوعود الزائفة دون أي نتائج ملموسة على أرض الواقع. دعونا نشاهد هذه اللقطات من محافظة النجف التي تعكس المعاناة التي يعيشها العراقيون كل يوم مع غياب الكهرباء. حكومة الخدمات بزمن المالكي بويا ليش ماكو كهرباء؟ ليش ما تتعاقدون ويا ألمانيا وسيمنز ودول عالمية حتى تجي كهرباء؟ والله موجودين بالحكومة وشركاء بالحكومة التيار الصدري ووزراءهم يمنعون التعاقد. ها خوش هجا حيدر العبادي، ها بشير دكتور، والله تدرون حرب داعش ومعظم الأموال للحرب وللمعارك وللجبهات وما نلحق، ما شفنا دربنا. ها خوش عم صدق، المعارك والجهاد والنضال والوطن أهم من الكهرباء للأمانة. خلص حيدر العبادي، اجعاد العبد المهدي بويا مؤامرات خارجية ومدفوعة هاي الشباب والناس والعاطلين عن العمل. هاي الناس قطعت الطرق الشباب وسقطت حكومة عادل عبد المهدي، لو ما تسقط حكومة عادل عبد المهدي وهاي الشباب تطلع وتقطع الطرق وتسد المدارس ودوار الكهرباء وغيرها كانت قمرة وربيع، كان يجيبون لنا كهرباء من ألمانيا من سيمينز ويتعاقدون مدارس وانفاق وغيرها والدنيا تنقلب وتصير العراق ما كفضل من ألمانيا. هاي هي خوش آمنا. اجل كاظمي بويا ليش ما تتعاقد ويا سيمنز؟ ليش ما تشوف يابان؟ ليش ما تشوف الصين؟ والله الأعضاء البرلمان معظمهم أطار وضدي وريد يسقطون حكومتي المشكلة، وأنا حكومة تصريف أعمال مو من حقي أتعاقد ويا الدول وأصرف مليارات الدولارات. خوش الكاظمي، خلصت الكاظمي، إجت حكومة الخدمات، إجت سيد السوداني
تفتح الفيس، تفتح الممول، تفتح التكتف، تفتح الانستغرام، وين ما هاي قالت الجسور وحكت الجسور وعامل انجازات وسنة الخدمات، واللي هاي الحكومة ما لها مثيل بال لا مدارس لا مستشفيات لا طرق سريعة لا جسور وارفاق حقيقية في العاصمة بغداد وفي العراق. لا نزل الدولار، الكهرباء وين يا حكومة الخدمات؟ مو من 2023 السيد السوداني قال راح تتحسن الكهرباء؟ يدري السيد السوداني وحكومته بالنجف وديوانية وبابل وعمارة ومعظم محافظات الوسط والجنوب كهرباء ماكو، كهرباء ماكو. يضرب أحياء من أكبر الأحياء الاثنين بالنجف هو البراكية في قضاء الكوفة وحي النداء في قضاء مركز النجف، أكبر الأحياء بين أكثر من نصف مليون بشر تجيهم ساعة وساعتين باليوم. تدري ساعة وساعتين باليوم؟ تدري عندنا شقق سكنية بقانون الدولة ما يصير تنقطع الشقق تفور ماكو كهرباء؟ تدري اكو حي اسمه حي الشرطة والجديدات بيوت احياء مناطق بها 100 و200 ألف سكنة يا السيد السوداني، بيوتهم 50 متر و30 متر، المدينة القديمة في النجف الناس حارقة التيارات وواجه والناس ماكو كهرباء صار ايام. تدري انقطاع المي مستمر؟ وين حكومة الخدمات؟ وين الكهرباء؟ ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدين الكرام، وفي محافظة النجف نبقى، إذ تحدث مواطن عن معاناة الناس بسبب انقطاع التيار الكهربائي في النجف مع ارتفاع درجات الحرارة التي وصلت قرابة 50 درجة مئوية الآن دون أي حلول حقيقية من قبل الجهات الحكومية. لنشاهد. يعني على التبريد يفترون وياي بالسيارة. طبعا الكل يعلم في مدينة النجف كهرباء تجهيز ساعة انقطاع من 5 ساعات إلى 6 ساعات و8. طبعا أكثر محافظة عراقية تدفع فلوس جباية الكهرباء هي النجف. النجف الأولى على محافظات العراقية بتسديد جباية الكهرباء، وأقل محافظة تجهيز كهرباء. اليوم يفترض من كل مواطن نجفي أن تكون هناك وقفة احتجاجية لغلق مديرية كهرباء أو غلق محافظة النجف لحين إرجاع الحق إلى صاحب الحق، لأن إحنا أصحاب حق. ننتقل من النجف إلى محافظة ذي قار، إذ وثق ناشط معاناة أهالي شمال محافظة ذي قار بسبب عدم توفير الطاقة الكهربائية رغم المطالبات الكثيرة والمناشدات الكثيرة للجهات الرسمية، لكن من دون أي استجابة تذكر في سبيل توفير الكهرباء. دعونا نشاهد. يعني هاي الناس لين فقرة، لين ما حد لها، مقدمين كشف بال 2023 او احنا هسه 2024 وراح نطب ال 25. كهرباء ما عندهم، ما حد سولف لي، لا منشور شفته ولا تليفون ولا هاي. انا اجيت هنا كهرباء ماكو قرب البنزينخانه مال عبد الحسن بالزراعي، زين حي الجوادين، زين الحل شنو الحل؟ اليوم باكر الاحد ورا العيد، وهذا عيد يجر عيد، وهاي الناس كهرباء ما عندها. هسه هم جاي يقولون لك احنا لا نريد نحرق ولا نقطع شارع. بكل احترام، هذا الكشف اللي بي 4 محولات ما اعرف 3 وهم 400 بيت اعطوهم محولاتهم، وهذا صيف. هسه احنا اليوم كنا ساكنين بالولايه، الكهرباء دا تطفى ساعه ننشر ونحكي، فكيف اللي ما عنده كهرباء اصلا؟ يعني جارين كهرباء من هاي الخطوط. فارسال المدير الكهرباء للسيد القائم مقام، الناس انا جيتهم هسه عنك ايش لا تسوون يمي، لا تحرقون ولا تسوون ولا تطهرون. هذا كشفهم، اكو زلمه خير يمشي بيه
ويمشي لهم لو ماكو. اذا ماكو حتى بعد شبون هم شي يقررون انا وياهم. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات على هذه المقاطع. لدينا تعليق من عبد الله يقول: الكهرباء تكاد تكون معدومة في كل أحياء النجف، وخصوصا البراكية، وحتى الساعة والساعتين اللي تتوفر فيها الكهرباء حتى الثلاجة ما تشتغل إلا رافع قدرة، لأن مئات البيوت على محولة واحدة. هناك تعليق من حيدر يقول: بس ندفع رسوم وبالمقابل صفر باليد للمواطن، وشنو الجديد؟ قبل 10 سنوات يجي الصيف ويصير التجهيز ساعة وانقطاع 4. عمار يقول: حكومة النكبات مو الخدمات. وأحمد يقول: رئيس وزراء من رحم الأحزاب، اش تترجى منه يطلع؟ ما طول هاي الأحزاب موجودة مستحيل العراق يشوف الخير. تعليق من حبر العيون يقول أو تقول: تعبوا الناس كلها وهم ما تعبوا لا من السفر ولا من البوق ولا من الوعود الكاذبة ولا من القسم والعهود ولا من الشعارات الزائفة. وآخر تعليق من حسين العلي يقول: المبالغ انصرفت على الكهرباء تعادل ميزانية دولة، وين راحت كلها باقت؟ مشاهدينا الكرام، نستمع لرأي السيد أبو علي من لندن بخصوص موضوع الكهرباء. حياك الله سيد أبو علي. الله يحييكم، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيد أبو علي، يعني أحد الأخوة اللي ذكر يقول: شنو الجديد؟ قبل 10 سنوات تجي ساعة وتنقطع 4، وراء 10 سنوات في زمن حكومة الخدمات، حكومة محمد الشيع السوداني، هاي الضجة اللي صارت على هاي الحكومة على أساس أنه هي تختلف، شنو اللي تغير؟ تجي ساعة تنقطع أكثر من 4 هالمرة. ما راح يتغير كل شيء، وما راح يصير جديد، وإحنا حكيناها قبل 10 سنوات. رئيس وزراء من الميليشيات، وزير من الميليشيات، هي كلها بلد يحكموا ميليشيات. يعني أنا سمعت المناشدات، أنا ما أعرف، يعني أنتوا صاركم 21 سنة تناشدون، ياخذ إنسان يناشد واحد، يناشد إنسان، إذا هو إنسان يناشده مرة مرتين ثلاث خلص. أنت تظل 21 سنة تناشد، بعدين أنتوا شو تريدون بالكهرباء؟ أنتوا عندكم مراجع وعندكم ميليشيات وعندكم دولة. أنا يوميا أطلع فيديو على الخدمات. الله وكيلك، تعليقات: تعال ادخل للنجف وانا ابن النجف. فانك تدخل للنجف، فانك تدخل. اخي شعب يستاهل، استاذ محمد، شعب يستاهل. ما طول هو نايم، ماكو جديد اخي. انتوا جايين انا بس عندي تعليق، عندي سؤال عفوا على الاخ اللي سمعته قبل شويه بالمقطع الاخير، يقول احنا بطريقه سلميه لا حنقطع طريق ولا حنحرق اطارات ولا شيء. طبعا للعلم فقط للأخ اللي ظهر بالمقطع، لأن هو يمكن ما يعرف أنه القانون الدولي يكفل لكل مواطن أو لمجموعة مواطنين أن يقوموا بحرق الإطارات وقطع الطريق كنوع من الاحتجاج السلمي. هذا القانون الدولي شرعا هذه الفقرة وهذه المادة لتكفل للناس حق التظاهر السلمي، حق التظاهر والاحتجاج تكفل لك قطع الشارع وحرق الإطارات. هم الناس، يعني أنا بس أريد أفهم لماذا لا يزال هناك في العراق من يعتقد أن هؤلاء الذين سرقوا هذا البلد ودمروه وخربوه ولا يملكون ضمير ولا إنسانية ولا رحمة، أنه ممكن ينظر إلى هذه المناشدات؟ أستاذ محمد، ذولا الشعب تابعين إلى عمايم وإلى مراجع. خلاص، هاي الميليشيات وهاي الرئيس وزراء والوزراء كلهم منصبيهم العمايم والمراجع. يعني هو يريد يطلع لي سلمية. أخي إحنا قاعدين بأوروبا، أقل غلطة تصير الله وكيلك يطلعوا الشعب يطلع برا ويحرق كل شيء. كما قاعد لي بسويسرا، حتى لو بسويسرا، خلي يصعدون الضريبة 1%، شوف شو يصير سويسرا. صحيح، كلها تحترق. صحيح. طيب أنا عندي، ما طول أنت ما تريد تطلع، ما تطلع ولا تحرق تاير ولا خليك ارتاح على هذا الوضع. لا تشتكي، لا تشتكي، شعب لا تستحقون. طيب، الحياه ابو سيد ابو علي، يعني بعيدا ايضا عن لغه التعميم حتى بس نكون دقيقين بالوصف، انا بس اريد اتناقش وياك بجزئيه تتعلق بيوم امس لقاء للمتحدث باسم وزاره الكهرباء احمد موسى. احمد موسى طلع وكانه قاعد في قهوه شعبيه
وليس متحدثا رسميا باسم وزارة من أهم الوزارات في العراق، يتكلم يقول الكهرباء بلوى، تمام، مشكلة الكهرباء بلوى. رئيس الوزراء ورئيس البرلمان ووزير الكهرباء ذولا مو سحرة بيوم وليلة يجيبوا لكم الكهرباء. الكهرباء تريد عمل، تريد علم وعمل. يعني هذا بس أريد أتفاهم ويا هذا الشخص أو نفهم ما الذي يريد أن يصل إليه. وزارة صرفت أكثر من 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء، اللي المفروض مو بس تغذي العراق بالكامل، المفروض تغذي وتصدر. ليش إلى الآن ما عندنا كهرباء؟ ممكن يجاوب هذا المتحدث اللي العراقيين يقولون كان رادود وصار متحدث. أحسنت. هم لا، إذا أتج هم يقول إحنا يريد لا علم، يعني أنتوا لا علم ولا فهم ولا وطنية ولا إنسانية ولا شرف. إيش عندكم لازمين العراق؟ استعوا على نفسكم وخجلوا على شرفكم وقولوا عمي إحنا مو مال حكم، إحنا فشلنا. بس هم يطلعون يقولون إحنا فشلنا، بس وقت الانتخابات لا يطلع يصير عنتر ويزور، والمهم يريد منصب. طيب أنا أريد عندي سؤال أخير لك سيد أبو علي. يقولون المرحلة السابقة قبل السوداني كلها تختلف، ومع السوداني عراق جديد. السؤال هو السوداني لما إجا قدم ورقة اللي هي بيها في البرلمان بيها الخطة الحكومية والبرامج الحكومية والنقاط اللي راح يعالجها كرئيس مجلس الوزراء. من ضمن النقاط، وإحنا حتى لا ندخل إلى مواضيع ثانية، كانت قضية العفو العام اللي ما انطرحت أصلا ولا تجرأ على فتح الموضوع هو، ولا حصر السلاح بيد الدولة. لكن أيضا تحدث عن الجزئية المتعلقة بالكهرباء وقال بأن وضع الكهرباء والتجهيزات ستكون أفضل. اليوم إحنا بالعراق يقول لك ترافيك لايت، الكهرباء في بغداد ترافيك لايت، تيجي 5 دقائق تقطع نص ساعة وهكذا. طيب السؤال، السوداني هل هو مختلف فعلا؟ هل هو جاء بنية صادقة للإعمار وتقديم الخدمات، ولكن يعني يعاني من الحواجز الكثيرة التي وضعتها الأحزاب؟ هو مختلف، هو إنسان يعني صادق النوايا، إنسان صالح يريد يقدم خير للعراق، لو هو جزء من هاي المنظومة الفاسدة؟ أستاذ محمد، السوداني جزء من حزب الدعوة، حزب الدعوة ما تبني العراق عمي. نقطة راس صدر هؤلاء الميليشيات والحضابات بما يسمى وزراء حكومة برلمان، دولة خدم وعبيد إلى إيران. إيران ما تريد تبني العراق، نقطة راس صدر. فأنت على الشعب العراقي عمي قوم من النوم وحرر عراقك وحرر وطنك من الميليشيات اللي جيت حكمك. لا تأكل كهرباء ولا أكو مستشفيات ولا أكو خدمات ولا أكو أمان. اطمئن، بعد 100 سنة هاي الميليشيات تحكم هذا الوضع للأسوأ. طيب، يبقى. شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن، أشكر حضرتك للمشاركة. خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام، وخاصة في هذه الأيام التي تشهد امتحانات لطلبة العراق، خاصة طلبة المرحلة الإعدادية. طبعا بعد بدء الامتحان بأكثر من ساعة في إحدى اللجان الامتحانية، تحدث مجموعة من الطلبة عن معاناتهم في عملية الوصول إلى أحد المراكز الامتحانية بعد أن تم تغيير المركز السابق. تحدث طلبة ثانوية نور الضحى الأهلية عن معاناتهم بعد تغيير المركز الامتحاني الأول دون إبلاغ الطلبة، حيث تم إبلاغ الطلبة بأداء الامتحانات في الجامعة التقنية الوسطى في منطقة الزعفرانية تحديدا في الطابق 3 بعد أن توجهوا للمركز الأول. تم إبلاغهم بالمكان الجديد الذي يبعد 3 كيلومترات عن المكان الأول ليصلوه بعد مرور ساعة من زمن الامتحان، مما فاقم من معاناة الطلبة مع ارتفاع درجات الحرارة وغياب الخدمات التي تسهل على الطالب أن يؤدي الامتحان بشكل مريح داخل المراكز الامتحانية. دعونا نشاهد هذه اللقطات مشاهدينا الكرام. أنتم تعلمون جميعا وصلت درجات الحرارة الآن في مناطق مختلفة من العراق إلى 47 درجة، وفي بعض المناطق لامست 50. لنشاهد حال الطلبة في بغداد.
السلام عليكم. هاي بقى هاي طلاب كلها جينا لهاي التقنية الهندسية مدرستنا نور الضحى ماكو ونقلونا هسه لغير مدرسة وفاتت تقريبا بالساعة. وهاي الطلاب كلها تقول رايحين جنازة. هاي طلاب السادس. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام إلى محافظة البصرة. إذ وثق ناشط من البصرة حال مركز امتحاني في قضاء شط العرب الذي لا توجد فيه أي خدمات ولا كهرباء لأكثر من شهر في الوقت الذي تجري فيه امتحانات لطلبة السادس الإعدادي هذه الأيام والتي اقتربت فيها درجات الحرارة في البصرة من حاجز 50 درجة مئوية. دعونا نشاهد. ومثل ما تشوفون خلفي إعدادية رياحين الجزيرة اللي هي مدرسة الصقر في قضاء شط العرب. مثل ما تعرفون هي مركز امتحاني. تعالي شوية تقرب لي. هذا مركز امتحاني جاي اليوم امتحانات للسادس علمي. المدرسة حقيقة بدون كهرباء صار لها أكثر من شهر بسبب عطل الكابل الرئيسي للمدرسة. وحقيقة إدارة المدرسة خاطبت مديرية تربية شط العرب في يوم بداية شهر الخامس يعني تحديدا 1/5 وتربية شط العرب يوم 5/5 خاطبت من المديرية العامة لتربية محافظة البصرة بضرورة توفير كيبل كهربائي لهذه المدرسة. لا يشتغل بها مكيف ولا سبلت ولا مروحة. ومثل ما تعرفون انه هذه المدرسة هي مركز امتحاني. للأسف الشديد اليوم احنا ما جاي افهم اليوم المسؤولين كيف يدار المنصب. سيد مدير عام تربية محافظة البصرة الدكتور عبد الحسين يعني سوي لك جويدة يعني حقيقة انه ايام وما باقي بالمنصب. انت مدرسة مركز امتحاني بدون سبالت وبدون مراوح بسبب عطل كيبل المدرسة اللي هو 50 متر حسب ما وصلني. 50 متر بيش يعني موازنة ماكو. شنو الموازنة مثلا؟ ما جاي افهم انه اليوم كيبل يحتاج إلى موازنة. المسؤولين في محافظة البصرة هل يعقل اليوم مركز امتحاني للسادس علمي بدون كهرباء صار لأكثر من شهر ونص؟ وممكن اليوم الامتحانات إلى ما بعد العيد ويبقون اليوم الطالبات والطلاب يمتحنون في هذا المركز الامتحاني بدون كهرباء بدون سبلت بدون مروحة. كيبل 50 متر اليوم ماكو شريف يقدر يوفره لهذه المدرسة اللي هي مركز امتحاني. أكثر من شهر ونص ومخاطبات وكتب وكتابنا وكتابكم. شنو هاي شنو هالروتين هذا؟ معقولة اليوم ندري احنا اليوم المشتريات بكل دائرة وبكل اليوم وزارة يختلف السعر اليوم عن ما هو كيبل ما يكلف يمكن 300 ألف 400 ألف. يعني مستقبل بناتنا وأبنائنا اليوم يتعلق ب 300 ألف ما موفرين لهم. شنو ذنب الطلاب اليوم يمتحنون بدون كهرباء؟ أكثر من كتاب مديرية تربية شط العرب تخاطب المديرية العامة ويوم 7/5 المعاون الفني لمدير لتربية البصرة يهمش إجراء اللازم بالسرعة الممكنة. وين أكو سرعة ممكنة وأكثر من شهر؟ شنو السرعة الممكنة هذه اللي يقصد بها في تهميشته؟ طبعا كل الأوليات موجودة لدي. حقيقة هذه مناشدة لكل شريف لكل شريف إنه هذه أبنائكم اليوم وبناتكم جاي يمتحنون في مستقبلهم السادس علمي بدون تحت لهيب الشمس وحرارة الصفوف وجدرانها. متابعة التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع مشاهدينا الكرام. علي ابتهال يقول: خلل بأغلب المراكز الامتحانية خالية من تبريد والماء إضافة إلى طبع أسئلة رديئة جدا وصعبة ومركزة. هذا إذا دل يدل على إخفاق وزير التربية في تهيئة متطلبات الامتحان وضعف السيطرة على إدارة الوزارة. لدينا تعليق من ناظم العراقي يقول: كوارث بالنسبة للأبنية في شط العرب. مدرستنا أيضا لا تكييف ولا مصابيح ولا عندنا أثاث وجدران متشققة وتعبنا من المخاطبات وأسمعت لو ناديت حيا، لكن هذا مركز امتحاني، هاي كارثة. الله يكون بعون الطلاب. عندنا تعليق من محمد البصري يقول: إش قد عيب على الجهة المسؤولة ولو هذا حال أكثر المدارس الحكومية. محمود العيداني يقول: كتابنا وكتابكم وتنتظر أشهر، أغلب المدارس تكون الأعمال فيها طوعية.
ضمن التعليقات من سمر تقول: صدق كذب، مهزلة والله، يجب إرجاع الامتحانات إلى المدارس وإيقاف المهزلة التي ترافق الامتحانات بسبب بعد المراكز الامتحانية وعدم توفر الخدمات بصورة صحيحة. آخر تعليق لدينا في هذا الموضوع من أم أحمد تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، صحيح اليوم إيش قد طلعت طلاب من جامعة بغداد، ماكو أسماهم بالقاعات، مع العلم مدارسهم منطيتهم أماكن، مراكزهم الامتحانية خطية، ضاع عليهم الامتحان. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام ضمن هذه الفقرة، إلى ملف الخدمات ننتقل بكم. إذا انتقد مواطن من العاصمة بغداد طريقة تنظيف أرصفة شوارع بغداد الرئيسة من قبل بلدية العاصمة في ظل غياب المتابعة والمراقبة من قبل الجهات المعنية، لنشاهد. أحدث آلية لتنظيف الشوارع ما ندري هاي سقي لو غسل لو نثر للنفايات، ما أعرف على هالشي عجيب. هاي النفايات مجموعة هنا جمعوها أخوان دول المنظفين. الآن الأخ بالصهريج هذا الرشاش مالت المي هسه ما نفتهم والله، يعني هذا في بسرعة عجيب. اللي يعرف هاي الحزورة يحلها يجاوبنا عليها لو سمحتم أخوان. بأمانة بغداد الأحبة، هاي النفايات مجموعة، الأخ هنا الآن بهاي المياه القوية مالت الرشاش مالته الآن دا ينظف الشارع، ما أدري والله دا ينثر النفايات، يعني فتشي عجيب، فتشي عجيب 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 والله. يعني بالمي احنا نعاني من قلة المياه وننظف بهاي الطريقة الشوارع، ما أعرف الإخوان بأمانة بغداد الأحبة محتاجين إجابة لو سمحتم. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع، إلى محافظة البصرة، حيث وثق ناشط سوء تعبيد الطرق في المحافظة وهدر المال العام من قبل الجهات المنفذة للمشاريع الخدمية دون أي مراقبة ولا متابعة من قبل الجهات المعنية، لنشاهد. إلى محافظ البصرة اليوم 12/6/4، هذا الطريق اللي من سيطرة البحرية للخطوة، هذا الاسفلت جاي يتبلط على هذا الاسفلت يا محافظ البصرة، ماكو اسفلت بس ريحة، وجاي يبلطون مثل ما جاي الشاهد، وهنا باشر على التراب يعدلون يشيلون هذا وباشر على التراب. عدة فيديوهات نصور على عملية التبليط مو بطريقة صحيحة. هذا الفيديو إلى مدير المشاريع المهندس المشرف على المشروع، وينك اليوم يصير يتبلط بدون زفت راجع مثل ما جاء الشهد، حتى لا تقولون أنا مثلا بعيد عن السيارة، لا لا هذا التبليط عليه من التبليط هاي السيارة والتبليط وهذا الزفت. والرأي لكم يا محافظ البصرة يا مدير المشاريع المهندس المشرف على المشروع، تبليط بهاي الطريقة كارثة، بالله العظيم كارثة. مشاهدينا نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين في موقع فيسبوك. أم ميثم تقول: مع الأسف ليش هيك هذا، أو ليش هيك هاي هذا التبليط الفاشل، إيش قد صرفوا عليه. لدينا تعليق من عادل يقول: شارع حي الزهراء اللي بيه مستشفى النفط ما صار له 3 شهور وكله روطان وتبليط تشلع والمنهولات تحفرت. هيثم يقول: شغل بدون رقابة، الضمائر وعدم وجود مهندسين ذوي اختصاص يشرفون على عملية الإكساء وتركها بيد المقاول. أكثم يقول: إهدار بالمال العام وبدون رقابة. وعدنا أحمد الحسن يقول:
من الحكومة أو من الحكومة تكون مرتشية أو قانون ماكو ومحاسبة ماكو، هاي النتيجة. وأحمد العيساوي يقول عدسة المواطنين مراقبة أكثر من عدسة المهندس المقيم والدوائر المعنية، حسبنا الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هل يمكن أن تؤدي حرب السودان إلى صراع إقليمي شامل؟ لماذا يعاني السودان منفردا وبمعزلا عن العالم المنشغل بأحداث أخرى عنهم؟ ولماذا اكتفت الأمم المتحدة بإصدار البيانات دون وضع استراتيجية واضحة وحقيقية تنهي معاناة الشعب السوداني؟ هذه المحاور وغيرها سنطرحها في برنامج حديث العرب لهذا الأسبوع، والذي يحمل عنوان حرب السودان وتحذيرات من السيناريو الأسوأ. إلى أين يمكن أن يمضي مسار الحراك الشبابي في جنوب العراق احتجاجا على سوء الخدمات والفساد وغياب فرص العمل؟ وهل فعلا أن الحكومات تقوم بالتعيين ليس لحاجتها لهؤلاء الموظفين الجدد، وإنما لعدم وجود فرص عمل في القطاع الخاص؟ وهل يمكن للقمع الحكومي إنهاء هذا الحراك الشبابي المتصاعد والمتوسع على غرار ما جرى مع تظاهرات تشرين عام 2019؟ هذا ما سنبحثه في برنامج طاولة حوار. حياكم الله مرة ثانية مشاهدينا الكرام، ونكمل مع حضراتكم ما لدينا من فقرات في حلقة هذا اليوم من برنامج صوتكم. نصل إلى الفقرة الثانية وهي فقرة الإنفوغرافيك، حيث سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على إهمال أطفال العراق وحرمانهم من أبسط الحقوق المشروعة. إذ تحتفي الآن دول العالم هذه الأيام في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، في الوقت الذي تتفاقم فيه نسب عمالة الأطفال بالعراق نتيجة التدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة، مما أجبر كثير من أطفال العراق على الانخراط في سوق العمل. هذا الملف هو ليس جديدا، بل هو متجدد بشكل مستمر، يعني يذكر العراقيين كل عام عندما تأتي هذه المناسبة بخطورة عمالة الأطفال، التسيب المدرسي واضطرار كثير من أطفال العراق على اللجوء إلى سوق العمل بسبب صعوبة الوضع الاقتصادي، كلها تعكس الإخفاقات والفشل في إدارة الدولة العراقية بعد عام 2003. دعونا نشاهد. Thank you.
مشاهدينا الكرام، طبعا هذا الموضوع يطرح تساؤلات كثيرة فيما يتعلق بطريقة تعاطي الحكومات التي جاءت بعد 2003 والأحزاب التي شكلت تلك الحكومات مع القضايا الحساسة والملفات الخطيرة كملف عمالة الأطفال وقضايا كثيرة أخرى. نراهم في كل مناسبة دولية، يخرج رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس البرلمان إن وجد في منصبه حينها بالتعليق والتغريد في مواقع التواصل الاجتماعي والتهنئة والتبريك للطفل العراقي، المرأة العراقية، المعلم العراقي. هذه المناسبات الدولية التي تعنى بقضايا كثيرة نراهم يهنئون ويباركون للشعب العراقي بيوم المرأة العالمي، بيوم المعلم، بيوم الطفل العالمي، ولكن في الحقيقة نراهم يسيئون التعامل مع هذه القضايا وهذه الملفات، يسيئون للمرأة العراقية، يسيئون للطفل العراقي، يسيئون للمعلم العراقي، يسيئون لكافة شرائح هذا المجتمع بسبب سياساتهم المتخبطة، سياساتهم العشوائية التي بنيت على أساس باطل وبنيت على الفساد والمحاصصة الطائفية. ونرى نسبة الفقراء في العراق بارتفاع، نرى نسبة الأطفال العاملين في العراق تجاوزت 1,000,000 بحسب اليونيسيف، نرى العنف ضد المرأة، نرى الغلاء المعيشي، نرى الظروف الاقتصادية الصعبة، نرى العشوائيات، نرى غياب الخدمات، نرى قضايا كثيرة تغيب عن أجندة هذه الحكومة، لا توجد لها معالجة حقيقية وناجعة في سبيل تحسين وضع هذا البلد بعد 21 عاما من سوء إدارته. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.